السلام عليكم بنات، مرحبا بيكم. ان شاء الله تكونوا عيدتم مليح، صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا ربي كل عام تعيدوا مجموعين بخير وصحه انتم والاهل تاعكم. يما ثاني قلت لكم صح عيدكم، واليوم ان شاء الله جيت لواحد الموضوع مهم اكيد راح يعجبكم كامل. شكون فيكم راهي تحب شعرها يبرق، تحب فيها كلمعه مليحه، تحبوا ما تحرقش كي ديروا الليسر ولا السيشوار، خاصة البنات اللي راهم ديما يخدموا يعني ويستعملوا الليسير ولا السيشوار، ولا تكون عروسة جديدة فحابة حاجة يعني تفيدها وفي نفس الوقت تعطيلها لمع الشعر وعلاج. اليوم حبيت نشارك معاكم حاجة اللي هي بديل للكيراتين والبروتين مؤقتا. وش معناها؟ معناها الكيراتين والبروتين يعطونا لمعة، ينحونا لي فرش كي نجبدوا بالسيشوار يبقى لينا، لانه البروتين فيه مواد يعني كيماوية هكا تعالج الشعر، بصح كي تبدا تنسحب اكيد تضر الشعر. لذلك اليوم حبيباتي حبيت نشارك معاكم من منتجات جزائريه من عند ابو سعد، واحد سبراي واللي هو خاص بالشعر. وش يفيد؟ اول حاجه يفيدك انه الناس اللي راهي دير لي سير ودير سيشوار راح يفيدها، راح يخلي لها الشعر تاعها روعه تبرق. في نفس الوقت راح كي انت تحطي هكا لي سير على الشعر واش راح يصرا له؟ راح يخلي الشعر تاعك تكون عندها وقاية منه كما سان بلوك او ما يسمى بالإكران سولي، فبالتالي تتحصي نتيجة مرضية وشعرك يبقى مليح وفي نفس الوقت ما يتحركش. اللي هو هذا واقي الحرارة. واقي الحرارة باش ما يعني نكذبوش على روحنا، كون ما كان من ماركة عالمية يكون خير. علاش؟ لانه الماركات العالمية يخدمون سبيسيال الاوروبيات شعرهم جاي فاتح وفي نفس الوقت جاي خفيف، ما هوش زي الشعر يعني تاع افريقيا او اي مكان اخر اللي شوية خشين عليهم ويجي غامق. لذلك انا حبيت نعطيكم اول واحد اللي هو من ماركه ابو سعد، هايل بزاف، نستعملوه في صالونات الحلاقه والتجميل. حتى اذا كنت انت حفافه وراكي باغيه تستعملي زبوناتك راح تشوفي النتيجه مرضيه جدا، سيرتو كي ديروا لي كولور هذوك ملي يجوا في الاكاجو، يجوا كما نقولوا حنا في الماغون الى اخره، فتقدري تشي حتى الابيض. لكن اذا عندك زبوناتك دايرين الشعر تاعهم في البلون بلاتين ولا دايرينه في الدوغي ولا حاجه، كاين اللون الازرق، راح نخلي لكم هنا ان شاء الله لا فوتو. لذلك اللي حبت شعرها تحافظ عليه من الحراره وكذلك تعطي له اللمعه وكذلك الليسر ولا البروشينغ يقعد لها فتره اطول، ننصحكم بهذا. طريقه الاستعمال تاعو سهله ماهله، هو اصلا كي تخليه يولي فوق زي وتحت زي، فتحكمي هكا ترجي ومن بعد البنات ترششو هكا تفشفشي على شعرك بشيت بشيت وتحكمي تمالكسي مليح في الشعره وتجبدي بالليسر تاعك ولا بالسيشوار. انا عندي هذا القديم تاعي هنا في الدار، فبالتالي اذا حبيتي تستعملي حاجه تحمي لك شعرك تعطيك لمعة تخلي لك الليسر تاعك يعني يمشي غير بالخف شعرك اذا كان الشعر يتخبل وراه مجعد، فاشري هذا. الناس اللي راهو شعرها بلاتين شعرها جاي لا كولور تاعو كيما نقولوا حنا فاتحه، ننصحكم بالازرق لانه كاين فيه لونين. ديريه منها تحافظي على الشعر تاعك من الحراره، كيما تعرفوا باللي الشعر تاعنا كي تسحب اللون تاعها راح تولي حساسه جدا، وبعد ما تستعملي السيشوار اكيد يحكم لك فتره ومن بعد يزيد يعني يكشر ويزيد يولي الكارثه ويطيح. فديما ننصحكم حبيباتي بواقي الحراره. اذا البنات السعر تاعو يدير من 50 60 الف هنا في تبسه، يعني اخر مره شريته لانه عندي قديم، مانيش عارفه اذا انتم عندكم في ولايتكم جربتوه ولا تعرفوا السعر تاعو، ماذا بكم تشاركوا معنا السعر، لانه ديما انا عندي مشكله مع البنات يتابعوا فيا اللي انت بكده وانا ما نخرجش على بالكم. احيانا نشري الحاجه تقعد عندي عام فمن خرش نشري وكذلك الاسعار هنا في تبسة تختلف على الولايات الاخرى. اذا الان راح نعطيكم واحد النصائح قبل ما تستعملوا الليسير تاعكم ولا السيشوار. اول حاجه الليسير والسيشوار راهم حسب شعر تاعك، يعني مثلا اذا انت شعر تاعك خفيفه ماذا بيك ماذا بيك ديري درجه الحراره معتدله سواء كانت في الليسير ولا في السيشوار. اذا شعرك افريقي ماذا بيك اول حاجه تعمليها واللي هي ديري له سوان ديما. مثلا انا يكون شعري افريقي ونعرف بلي الشعر الافريقي واعر، لازم ليه البروشينغ يكون حار بزاف ولازم يتجبد حسب يوميا يعني، خاصه الناس اللي راهي عرايس ولا حاجه، فبالتالي لازم عليك تعرفي بلي العنايه هي اهم خطوه. مثلا انا ندير روتين عندي 3 مرات في الاسبوع ماسكات، ساعات نديرو ماسك البنان نخليه لكم ان شاء الله في التعليقات اذا تفكرتوا، اذا ما فكرش فكروني، ولا ندير ليه مثلا حمام الزيت ولا ندير ليه لي ماسك هذوك من يكونوا مغذيين. بزاف كاين ماسكات مغذيين، كاين ماسك الارز، كاين ماسك تاع البنان، كاين ماسك تاع الافوكا الى اخره.
اذا وبعد ذلك كي نستعملوا الليسير ونديروا واقي الحراره راح تشوفوا اصلا نتيجه روعه. في نفس الوقت راح تزيدي تغذي الشعر تاعك وما تتاثرش. اذا البنات الابيض هذا نديروه لواش؟ نديروه للشعر اللي يكون طبيعي، وعندكم الازرق للشعر عفوا اللي يكون ماهوش طبيعي، يكون مصبوغ ولا مديكابي، فتحافظي على شعرتك وتتهلي فيها. ومش خساره في الشعر تاعنا نخسر ليه شويه يعني منتجات، سيرتو اذا كان شعرنا مصبوغ ولا مديكابي. اذا البنات كان هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله تستفيدوا من هذا المنتج. تهلوا في رواحكم والسلام عليكم.